كنواب للتنسيقية يمكن الجيل بتاعنا هو الأقرب للشباب، فإحنا محتاجين دايماً وإحنا قلنا لهم كده اعتبرونا إحنا الجسور ما بينكم وبين دوائر صنع القرار. والاستجابة كانت عالية جداً منهم، الأسئلتهم يعني بصراحة يعني فاجئونا بكم الثقافة اللي بيتكلموا فيها، متحدثين لبقين على دراية بكل حاجة بتحصل، في اللي سأل في المناخ وفي اللي سأل في الاقتصاد وفي اللي سأل في تمكين القطاع الخاص ومشاركته، يعني لقينا الحوار بيتفتح مننا زي هو ده طبع دايما الحوار مع الشباب، هو حوار مفتوح. احنا النهارده كان لينا الشرف ان احنا نبقى في جامعه حلوان جزء من فعاليه احنا عاملينها اسمها اسمه اسبوع المناخ في الجامعات، ممثلين عن التنسيقيه عن لجنه المناخ في التنسيقيه بنتناقش في الكوب، ايه اللي هيحصل في الكوب، ايه هو الكوب ودور الجامعات ودور الطلاب في قضايا المناخ. حوار مفتوح مع الطلبه حوالين موضوعين هما الموضوعين الاهم في التوقيت الحالي. الموضوع الاول الحوار الوطني، وكان كلامنا مع الشباب بشكل عام من فضلكم اتكلموا بدون خطوط حمراء، اتكلموا في كل المشاكل اللي بتواجهكم، وبالفعل احنا تلقينا اسئلة في الموضوع ده وقلنا النهاردة هنجاوب على كل الاسئلة ومفيش اي حاجة نقدر نخبيها، بالعكس لما نتكلم مع بعض هو افضل وسيلة علشان نفهم كل الامور.